بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، الصف الأول في مادة الفيزياء، معكم اليوم مهندس مصطفى الشيخ، وحابب إن شاء الله أتكلم معكم النهاردة في درس مهم جدا، وهو الشغل المبذول. وطبعا الشغل المبذول طبعا دوت في الواقع هو كمية قياسية، وطبعا احنا كنا خدنا قبل كده في المراحل السابقة أو عرفنا إن الكميات نوعين، كمية متجهة وكمية قياسية. الكمية القياسية طبعا هي بتبقى فيها بتعامل معها إن في زاوية بين كميتين، اللي هنا هنشوفها بعد كده بقى في خلال الشرح، يعني إن اللي فيه زاوية سيتا ديت، الزاوية السيتا دي أصلا موجودة بين القوة والإزاح. وعشان نعرف ان دي كميه قياسيه بنستخدم جيب تمام الزاويه، اللي هي تبقى جتا الزاويه، والزاويه اللي هو طبعا هنتعرف عليها تبقى اسمها ثيتا، وهي تبقى بين القوه والازاحه. طب مبدئيا كده بقى تعال نحاول نعرف كده ايه الشغل المبذول. زي ما قلنا من شويه ان الشغل المبذول هو كميه قياسيه، وبيساوي طبعا حاصل ضرب القوه المؤثره على جسم، ونتيجه هذه القوه بقى بتكسب الجسم ازاحه. وده شرط مهم قوي بقى، ان تكون الازاحه ديت في نفس اتجاه القوه. وبالتالي هنستخدم بقى ان جيب تمام الزاويه المحصوره بين القوه والازاحه. فزي ما احنا شايفين كده اهوت على قدامك اهوت، ادي الشغل المبذول بيساوي طبعا بالعربي طبعا القوه اللي هي بالانجلش بقى الفورس اف، والازاحه اللي هي الديسبليسمنت، والثيتا اهيت، والوادي الجذع الزاوية كوزاين ثيتا. طبعا الشغل المبذول طبعا وحدة قياسه كجول، والجول طبعا انتوا اكيد عارفينه قبل كده، يعني هو طبعا عبارة عن نيوتن متر، نيوتن متر. فتعالى بقى نعرف هنا ايه القوة اهيت، حيث اف هنا موجودة اهيت القوة المؤثرة على الجسم، ودي مقدار الإزاحة، وثيتا الزاوية المحصورة بين القوة والإزاحة. ويقاس الشغل المبذول بوحدة الجول زي ما قلنا من شوية. امتى بقى نقول ان الشغل المبذول يساوي او قيمة او وحدة قياس الجول؟ لما تكون وحدة قياس القوة بالنيوتن، ووحدة قياس الإزاحة بالميتر. ده معناه ايه بقى؟ ايه ان الواحد جول بيساوي 1 نيوتن مضروب في 1 متر. تعالى كمثال بقى كده اعزائي طلبه نشوف مع بعض كده مثال اهو. بيقول هنا ايه بقى؟ ايه اثرت قوه مقدارها 15 نيوتن، اثرت قوه مقدارها 15 نيوتن على جسم، فاكسبته ازاحه افقيه في نفس اتجاه القوه المؤثره. هذه الازاحه مقدارها 30 سنتيمتر. المطلوب ايه بقى؟ إيه حساب الشغل المبذول. طب لو احنا عملنا كده رسم كده تبسيط كده، ادي الجسم عند الوضع ايه، ولما جيت اثرت عليه قوه مقدارها اف اكسبته ازاحه دي، فانتقل من الوضع ايه الى وضع بي، ودي الازاحه. طيب بنخلي بقى معطيات المساله عندي ديت، بيقول ان ايه القوه مقدارها 15 نيوتن، دي هنعبر عنها تبقى الاف. طيب الشغل المبذول قلنا بقى اللي هو الدبليو اللي هو الورك دان بيساوي الفورس تايمز كوزين سيتا تايمز دي. طبعا تايمز هنا تقصد يعني بيها حصل ضرب. يعني لو جينا بقى عوضنا بقى تعويض مباشر في القانون، هنعوض مكان الاف اللي هي الفورس 15 نيوتن. وطبعا زي ما قلنا شرط ان عندي القوة بتبقى في نفس اتجاه الازاحة، اي ان الزاوية الثيتا مقدارها زيرو. زي ما احنا شايفين كده اهوت، ادي هي الزاوية هنحط قيمتها زيرو. فطبعا لازم بقى ما ننساش التحولات بقى، ان عندي دايما الازاحه بالمتر او بالمتر، ولازم بالسنتيمتر، فحول 30 سنتي بالمتر هيحسب طبعا على 100. يطلع في النهايه عندي بقى ايه حاصل ضرب القوه في كوساين سيتا في الدي الازاحه، يطلع لي 4.5 جول زي ما احنا شايفين اهوت. طبعا انا برضو حابب دايما ان اي طالب لما يجي يحل يحاول كده يحط المعطيات في هامش كده على يسار الصفحه، وبالتالي يبقى هو عارف ايه بالظبط ايه اللي عنده وايه المطلوب منه يجيبه. طيب نشوف كمان مثال تاني كده برضه اعزائي الطلبه، مثال رقم 2 اهو.
زي ما احنا شايفين كده اهوت، مش رقم اتنين برضه تعويض مباشر، لكن هنا بقى ان القوة، ان القوة عندي بتأثر بزاوية 60 وليس في اتجاه وضع افقي. طيب تعالى نقول المثال كده بقى، تحرك الجسم تحت تأثير قوة شد مقدارها 40 نيوتن تميل على الأفقي بزاوية 60 درجة، فإذا أحدثت هذه القوة إزاحة قدرها 50 سنتيمتر احسب الشغل المبذول. طبعا هنا في فرق بقى في المثال دوت، مثال اللي فات رقم واحد إن القوة عاملة زاوية سيتا ب60 درجة وهي تميل على الأفقي. بمعنى إيه بقى؟ أنا طبعا إحنا قلنا من شرط إن تكون كمية قياسية، إن طبعا تكون عندي القوة في نفس اتجاه الإزاحة، فالقوة عندي هنا بتميل زي ما إحنا شايفين على الأفقي ب60 درجة. طبعا في إحنا خدنا طبعا في تحليل القوة في الاستاتيكا قبل كده، أو اللي إحنا كنا عندي طبعا إف دي محصلة قوتين، واحدة عمودية اللي هي النورم هتبقى اف ساين 60، والمركبة التانية اللي هي في اتجاه الاكس اكسس او اتجاه المحور السينات هي الفورس كوزاين سيتا. يبقى عندي هنا القوة ديت اف هكنسلها خالص او حولها الى مركبتين، الواحدة عمودية في اتجاه الواي اكسس اللي هو محور الصادات هتبقى اف ساين 60، والمركبة التانية الأفقية في اتجاه الإكس أكسس أو اتجاه محور السينات اللي هي تبقى إف كوزاين 60. يبقى أنا هشتغل على المركبة دي اللي هي إف كوزاين 60 وليست إف ساين 60. ليه؟ لأن في النهاية طبعا دي نور عمودية على الجسم، وبالتالي لو احنا شفناها كده دي عمودية طبعا بالمنظر ده كده استحالة تحرك الجسم تعمله إزاحة، لكن القوة اللي هي المركبة الأفقية تقدر تعمل له إزاحة مقدارها دي اللي هي عندنا في المثال هنا بقى زي ما احنا شايفين كده دوت، كان مكتوب في المعطيات 50 سنتي. طيب ما ننساش برضه هنكتب القانون برضه عادي الأول، ولازم يعني أعزائي الطلبة في أي مسائل سواء في الرياضيات أو فيزياء اكتب القانون الأول بالرموز بتاعته، وبعدين عوض بقى عن كل رمز فيه، وتحاول ما تنساش التحويلات. فهنكتب طبعا الورك دان بيساوي الأول الشغل المبذول، الفورس اللي هي هنا اف في كوزاين، انا طبعا حابب هنا احط كوزاين سيتا مع الفورس، لان في الاخر انا باخد الكوزاين سيتا بتاعت الفورس وليس الازاحه، لان زي ما قلنا طبعا الازاحه طبعا افقيه، فلازم تكون القوه في نفس اتجاه الازاحه، لان بعض الكتب طبعا والمراجع بيكتب بقى بيكتب اف تايمز دي تايمز كوزاين سيتا، انا حبيت احطها ديت كانها 1 او يعني 1 يونت على بعضها كقوة على بعضها، ولتكن طبعا دي اف كوزاين سيتا الاول في دي. فهنكتب بقى طبعا زي ما قلنا برضو التعود دايما اعزائي الطلبه ان احنا نحط برضو كل الايه المعطيات عندي في هامش زي ما احنا شايفين اهوت. هكتب هنا الاف طبعا ديت 40 نيوتن، والتحويله مش محتاجه حاجه زي ما لازم يكون فص بالنيوتن، هي بس الازاحه هنا 50 سنتيمتر، طبعا لازم طبعا ايه احولها للمتر، المتر فهقسم طبعا 50 على 100 عشان احولها من المتر من السنتي للمتر هتبقى نص متر، وطبعا سيتا زي ما هي 60 درجة، ولازم ناخد بالنا برضه ان طبعا الزاوية بتقاس بالدرجات وليس طبعا بالريديان او الجريديان، ودي طبعا دي انواع من انواع قياسات الزوايا. فلو جالنا بقى في القانون تاني هو تطبيق مباشر، خلاص هشيل بقى الفورس واحط مكانها 40، اشيل طبعا السيتا واحط مكانها 60 60 ديجري، عندي طبعا بقى ما نشيل بقى الدي نحط مكانها نص متر، وبالتالي يطلع في الاخر طبعا كوزان 60 طبعا زي ما احنا عارفين قياسه مثلثيه بقى بدون استخدام الحاسبه اللي هو مثلث 30 60، كوزان 60 طبعا بتساوي هاف بتساوي نص، فنص بقى في 40 ب 20 في النص بتاعت اللي هي الازاحه، يطلع في النهايه طبعا ايه الورك دان ان هو 10 جول. بكده قدرنا طبعا ايه نتكلم على موضوع الشغل المبذول على الجسم نتيجة طبعا تأثير القوة عليه، وطبعا خدنا ده كمثالين ان مرة القوة في اتجاه افقي ومرة القوة بتميل على افقي بزاوية، وطبعا زي ما شفنا خدنا المركبة الافقية بعد ما عملنا تحليل او اناليسيز لهذه القوة، واحدة في اتجاه المحور الصادات
والأخرى في اتجاه محور السينات الأفقي. طبعا أنا حابب برضو كده ولاد كده برضو معايا تشوفوا كده، طبعا ده كتمارين بقى، وده مكتوب في كتاب المدرسة في صفحة 138. طبعا أنت عندك كده أدي الأمثلة، طبعا أنت بقى برجاء بقى إيه تحاول تشوف الفيديو تاني وتسمعه تاني، وتحاول طبعا تجيب التمرين هنا بقى وتحاول تحله. وطبعا إذا كان طبعا بقى في أي معلومة عندك أو أي حاجة عاوز لها استفسار ممكن ترجع لي على صفحته تبص على يعني. وشكرا أعزائي الطلبة، وإلى لقاء جديد بأمر الله، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.